والله العظيم بجد يا كابتن احمد. الحمد لله. انت برضو نفس القصه كده برضو قالوا تعالى. اول حاجه انا حابب اشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي. ده اللي بشكركم والله اللي انتوا جيتوا معايا النهارده. ده انا اللي ضيف عندكم النهارده. ربنا يكرمك. اللي انتوا عايزينه النهارده قولوه. ربنا يكرمك. بالنسبه بقى للبطوله الاولى اول بطوله كاس عالم. احنا اصلا كشباب كنا معسكرين للباسكت، كان عندنا المفروض سفريه واتلغت لدواعي ما، وقالوا لنا في من حظنا احنا كجمهور. الحمد لله والله العظيم من حظ مصر ان السفريه اتلغت ولعبنا هاندبول. الحمد لله. قالوا لنا في يد، وكانت اليد طبعا جديده علينا، قوانينها غير قوانين وحجم الملعب نفسه اللي بنلعب عليه اكبر من حجم الملعب بتاع الباسكت. بس يعني الحمد لله اتحاد اليد الهاندبول من اقوى الاتحادات في مصر طبعا. بجد بجد انا شكرته البطوله اللي فاتت ولغايه دلوقتي بشكره على توفير جهاز فني محترم. طبعا كابتن وائل عبد العاطي على راس الجهاز، كابتن محمد فرج طبعا. طبعا اللي انا شفته او الناس حتى حسيته ان كان في حاله حب ما بين الجهاز الفني واللعيبه، وكان الموضوع لطيف جدا. طبعا كابتن وائل عبد العاطي انا عارفينه عصبي وصوته عالي وبتاع، ولكن انا حسيت ان هو بيتعامل بطريقه مختلفه ثانيه عن الهاندبول العادي. طبعا مدرب تاريخ هو كمان طبعا، وعمل ما بينكم حاله هارموني غريبه خلتنا نفرح كلنا بصراحه. الحمد لله. هو البطوله الاولى كان في حاله حب غير عاديه والفه ما بين اللعيبه والحمد واللعيبه، والحمد لله فضلت لغايه دلوقتي بقول جهاز فني محترم طبعا طبعا، ان يجيب ناس ما تعرفش اي حاجه عن الهاندبول. كل معرفتهم عن الهاندبول احنا بنتفرج عادي على الاصحاء. والحمد لله يعني قدروا ان هم يمرنونا ويطلعوا ابطال. ابطال ايه؟ ان شاء الله يعني. بص انا بس عشان بس يعني ما اللهم لا حسد، اللي حصل يعني حاجه بصراحه لو احنا حكيناها للاجيال اللي جايه مش هيصدقوها الا لما يشوفوا يعني الماتشات. الحكايه تحكى بصراحه يعني، اساطير، حكايه من حكايات الاساطير لو قلنا بلغه الرياضه يعني. اللي هو شهرين تاني عالم النسخه الثالثه ما شاركناش فيها طبعا عشان اختلاف البطوله، هنتكلم برضو مع كابتن محمد فرج عنها وعن ملابسات عدم الاشتراك، ولكن عايز